نتكلم وايد بكل فخر عن وضع المرأة وتمكين المرأة والمناصب والمواقع اللي تقلدتها المرأة في البحرين، وأيضا بكل فخر يعني نتكلم عن ما تحقق المرأة في كافة المجالات، لكن مع الأسف لليوم ما في قانون متكامل وتفصيلي يتعلق بالأحوال الشخصية ويجمع كل الأحكام المتعلقة بالميراث والوصية والنفقة والحضانة وغيرها من هالقضايا التفصيلية والدقيقة. بالرغم من صدور الشق السني من قانون أحكام الأسرة في سنة 2009، لازالت في آلاف القضايا المرتبطة بشؤون المرأة من طلاق وحضانة وغيرها للحين ما انحلت بشكل كامل، لأن كل الجهود والتحركات ما قدرت أنها تصدر قانون الأسرة بشكل الكامل كقانون موحد للمذهبين، لأن الشق الثاني من القانون المتعلق بالشق الجعفري لم يصدر بعد. بالرغم من التصريحات والأخبار اللي تقول أن المسودة النهائية لإعداد التقارير جاهزة وتم صياغتها، لكن ليش ما تم إصدارها لحد الحين؟ ومتى راح يصدر؟ وكم حالة متضررة اليوم بسبب غياب الشق الثاني من قانون أحكام الأسرة؟ الحين خلنا نشوف معاكم إحصائيات الطلاق والزواج في البحرين مع سارة ونرجع لكم. شكرا بسام. بعض الإحصائيات الصادرة من وزارة العدل: خلال العشر سنوات الأخيرة البحرين شهدت أكثر من 15,000 حالة طلاق من أصل 60,000 و 978 حالة زواج لذات الفترة. في 2015 شهد انخفاض في عقود الطلاق بلغت 1745 حالة، وهذه طبعا بحسب إحصائيات الطلاق والنفقة والحضانة الصادرة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. بلغت أيضا حالات الزواج في عام 2012 6465 حالة، وعدد حالات الطلاق 1692 حالة بنسبة 15%، وفي عام 2013 كان عدد حالات الزواج 6156 حالة، وحالات الطلاق 715 حالة بنسبة 11%. وفي عام 2014 بلغت حالات الزواج مثل ما نشوف 6344 حالة، بينما كانت حالات الطلاق 500 حالة بنسبة 7%. الإحصائية التالية أظهرت أن المحاكم الشرعية كانت تصدر عقود طلاق للبحرينيين تتراوح بين 110 إلى 161 عقد شهري، يعني بمعدل 5 حالات طلاق في اليوم. أما عقود الزواج تراوحت بين 622 إلى 201 عقد شهريا، بما يعادل من 6 إلى 20 حالة زواج يوميا. أما عدد قضايا الخلع للبحرينيين 251 حالة في 2015، تم خلع 30 بحريني من زوجاتهم غير البحرينيات، وتم خلع 31 حالة غير بحريني من زوجاتهم البحرينيات، ووصل عدد قضايا الخلع للأجانب إلى 15 حالة، وأغلبها تقع في السنة الأولى من الزواج. الإحصائية اللي عقبها يعني طبعا بالرغم من هذه الأرقام كلها، لا يزال اليوم الشق الجعفري من القانون عالق ما تم إصداره، رغم كل الأرقام والإحصائيات اللي تأكد وجود 12,000 قضية معطلة بين نفقة وحضانة وطلاق وخلع من 2009 لين 2015 ما تم البت فيها ولا تم إصدار أي حكم قضائي عليها. حديثنا اليوم بيكون حول المحاكم الجعفرية مع ضيوفنا في الاستوديو، مع أخوي بسام. تفضل بسام. يعطيك العافية سارة. بالفعل مشاهدينا راح نناقش اليوم الشق الثاني من القانون أحكام الأسرة، ولكن بعد هالفاصل. رجعنا من عقب الفاصل، نذكركم موضوعنا لهذه الفقرة وهو يتعلق بالشق الثاني من قانون أحكام الأسرة والمشاكل والقضايا العالقة في المحاكم. لمناقشة هالموضوع يسعدني أن أرحب بضيفتنا في الاستوديو المحامية فوزية جناحي. مساك الله بالخير. مساء النور. هلا مرحبا. حياك الله معنا. الله يحييك. حياك الله معنا أستاذة فوزية. أول سؤال، شنو المشكلات اللي تعاني منها المرأة في المحاكم الجعفرية؟ شنو المشكلات؟ كل المشاكل اللي
تعرفينها حق المرأة من حضانة، من نفقات ومن طلاق. هاي ثلاثة أسباب اللي تعاني منها المرأة الجعفرية. نعم. لو نفصل في هذه القضايا أكثر شوي. أولاً الطلاق بصعوبة، عندهم بس نوع واحد من الطلاق في الجعفرية اللي هو الخلع، والخلع ممكن تتنازل عن الحضانة وممكن أنها تدفع مبلغ أكثر من المهر. ثاني شيء في النفقات يكون المبلغ اللي يحدده الرجل المهر، يكون أكثر من المهر حسب رغبة الرجل. أيوة. هو اللي يحدد. أي نعم، أكثر طبعا من المهر اللي يعني لنفترض أقول لك يكون المهر عادة يكون في الجحفر يكون قرآن أو يكون 500 دينار، فتلقين الزوج يطلب من الزوج أضعاف على أساس يطلقها، يعني 150 10,000 على حسب الزوج. فحتى 10,000 هو ما دفعها بس على اساس ان الزوجه ما تقدر تطلب الطلاق لو طلب من هذه، فما تلجا للمحاكم، يقول اذا تبغين روحي انت المحكمه وطلبي طلاقك. فعارف لو راحت هناك ما عندها ضرر، يعني ما في اضرار. عندهم في الجعفريه طلاق اللي يكون مثلا الهجر بس وايد صعبه نثبت، يعني الهجر في الفراش ما في، اذا كان طالع برا على البحرين لازم بشهود، لازم سنه، بعد السنه احتمال نكلم نخاطب الهجره والجوازات عشان نشوف دخل البحرين ولا ما دخل اذا كان بحريني. يعني بالنسبه للسني حتى الهجر في الفراش ممكن نثبته، حتى لو الزوج في البيت معه نقدر نثبته، بس في الجعفريه لازم يكون طالع برا، يا يكون برا على البحرين يا يكون مو في البيت معاها، وصعب انك تثبتين يعني سن الريال ما دخل البيت، وايد صعبه. وعندك في الحضانه، الحضانه لهم سن معين، لهم البنت والولد من 7 الى البنت من 7 الى 9 تكون في حضانه الاب، والولد من 7 الى سن البلوغ اللي هو 15 او 16 يكون عند الابو، وبعدين يتخير اذا طلب الام او الابو. كذلك ايضا فيما يخص الـ 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 النفقه، النفقه تكون كلش قليله، يعني النفقات في الجعفري يعني 30 دينار حق الطفل غير كافية، سواء الزوج مكتدر أو مو مكتدر، يعني 30 40 ما تسوي شيء، والبدل السكن 50 الزوجة 40، يعني وايد قليل في النفقات. نعم. أستاذة، هل هناك يعني هل في ضوابط للأحكام اللي تصدر في المحاكم الجعفرية؟ لأنه ما في قانون، فتعرفين كلها باجتهادات. يعني ممكن أن قضيتين يكونون متماثلتين بالضبط. نفس المحكمة نفس المحكمة إيه أحكام مختلفة. نعم. أستاذة، خلينا أول شيء يعني نقيس حجم المشكلة أولاً. إحنا لما نتكلم أول شيء بدينا نتكلم عن إحصائيات ب 12,000 قضية عالقة في المحاكم الجعفرية. هذه إحصائية سنة 2015. أنا طلعت وقريت تصريح النائبة رؤى الحايكي، يعني قالت إن ارتفعت وصلت إلى 16,000 حالة عالقة في المحاكم الجعفرية، هذه إحصائية 2016. يعني نبي نعرف إحنا يعني هل نقدر نعتبر ان اذا جه الشق الجعفري قانون الشق الجعفري راح يخلص كل هذه الامور؟ اكيد. واذا تاخر ايش راح يصير؟ والله احنا نتمنى، وانا بيني وبينكم متفائله انه ان شاء الله بينقر، فراح يحل مشاكل وايد. اول شيء راح يسهل علينا احنا كمحامين، راح يسهل حتى على القضاه، يتسهل على المتقاضي. احنا في البحرين المراه البحرينيه واخذه كامل حقوقها، اتكلم عن النص اللي هو السني. فاحنا المراه البحرينيه المفروض تاخذ حقها سواء جعفريه او سنيه. ليش السنيه ماخذه كامل حقوقها والجعفريه لا؟ فدي عنف، يعتبر عنف ضد المراه الجعفريه. يعني وايد تتاخر قضايا الطلاق، وهن بعد لو ترفعها بعد ما راح تحصل القضايا، يعني ما راح تحصل حكم الا اذا الزوج وافق. بس ان شاء الله القانون الحين اللي موجود في مجلس الشورى ان شاء الله يقرونه، وانا اطلعت عليه في اشياء ان شاء الله راح تتغير. يعني اللي انا شفته انه راح يكون في قضايا طلاق للضرر مثلا للهجر، فان شاء الله نتمنى يعني من هاي الاشياء ان يقرون القانون على اساس يسهل على الكل. وحتى المراه البحرينيه النص الثاني تحصل حقوقها. شنو السبب استاذ في تاخر في مسوده في قانون في 2009 ظهر القانون للشقين لكن تم اقراره للشق السني فقط، شنو اسباب تاخر صدور قانون او الشق الثاني من قانون احكام الاسره؟ وللاسف بدايه كانت المراه الجعفريه هي اللي كانت معارضه، هي اللي طلعت اعتصامات معارضه انه يصدر القانون. نعم. الشق الثاني. نعم. فبعد مع الايام الحين يعني ما في توافق، يعني مو قادره اقول لك من اللي مو براضي. نعم. بدايه كانت المراه هي، الحين بعد تعرفين يعني في رجال الدين او يعني نقدر نعتبر الاحصائيه هذه 16,000 او 12,000 يعني من المعارضين حاليا او من
المطالبين للشق الثاني من القانون؟ والله هم ما أقدر أقول لك كلهم، بس في بعضهم يعني كلموني وقالوا إحنا بنبي نطالب. نعم. وفي بعضهم قالوا ما نقدر، يعني تشوف روحها أن هي معنفة وتشوف روحها أن ما تقدر تحصل طلاقها، بس لما نقول لها يعني أنت بمكانش تتكلمين أو دي، قالت لا ما أقدر. نعم. أتكلم، لأن إحنا عندنا ضغوطات وما نقدر نتكلم، ما نقدر نقول إحنا نبغي القانون. يعني الأغلبية أنهم ما يقدرون. نعم. ويعرفون أن ذي القانون راح يفيدهم وراح ينصفهم ويعانون منه اهما، بس نعم. وقت الوقت لما تقول لهم ما عندهم جرأة ان اهما، يعني تعرف الضغوطات اللي تكون زوجها. نعم. او اخوها، او بعد مثلا هم عندهم رجال الدين يعني لهم كلمه عندهم، فما يقدرون انهم يخالفون ذي الشيء. نعم. احنا معنا على الخط الاستاذه مريم الرويعي رئيسه الاتحاد النسائي سابقا. مساء الخير استاذه مريم. الو شباب، بس الصوت عندي ضعيف. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير استاذه مريم الرويعي رئيسه الاتحاد النسائي سابقا. استاذه، يمكن الاستاذه فوزيه ذكرت من شوي ان في البدايه القانون، قانون الشق الثاني من احكام الاسره، قد تكون المراه الجعفريه في البدايه هي اللي عرضته. انتم كاتحاد نسائي شنو قمتوا لتوعيه الشارع باهميه هذا القانون؟ طبعا اولا اصدار قانون الاحوال الشخصيه الشق الثاني هو ضروره مجتمعيه، ومثل ما ذكرت الاستاذه فوزيه وذكرته ان الاحصائيات تدل على ذلك، القضايا العالقه في المحاكم وايضا الحالات التي تاتي الى مراكز الاستشارات الاسريه. انا اعتقد يعني ان اصدار القانون هو يعني مسؤولية الدولة ومسؤولية مجلسي الشورى والنواب. القانون يعني مفترض يصدر لجميع فئات الشعب، يعني سواء كان هذا الطرف سني أو هذا الطرف جعفري. وهي أستاذة أيضا مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني أيضا طبعا في التوعية. منظمات المجتمع المدني قامت بالكثير من محاضرات التوعية وما زالت، ولكن إصدار القانون يحتاج إرادة سياسية. نعم. وأعتقد أن القانون يجب أن يصدر لأن طال انتظاره وطال يعني وزاد أعداد المتضررات من عدم صدور القانون. نعم. الاتحاد النسائي قام بمحاولات عديدة، خاطب مجلس النواب، اجتمع مع اللجنة المختصة التي لديها ناقشها في أهمية إصدار القانون، وذلك ليس حاليا، يعني في الوقت الحالي وفي 2016 و2015 وحتى مع أعضاء من مجلس الشورى واللجنة المختصة بذلك، وأكد على ضرورة صدور القانون وعرض الكثير من الإحصائيات. وما زال يعني أيضا بالإضافة إلى إلا أنه يطالب بإصدار القانون. نعم. أستاذة مريم، فيما يخص يمكن الشارع والمرأة الجعفرية اللي كانت قد في البداية يعني رفضت هذا القانون، يعني هل المحاضرات هي كافية لتغيير القناعات؟ يعني طبعا المحاضرات طبعا مو كافية، ولكنها جزء من العمل الذي يعني يحاول رفع الوعي بأهمية هذا القانون وتبيان الفائدة التي ستعود على الأسر وليست النساء فقط، التي ستعود على الأسر بما فيها الأطفال وبما فيها الحضانة وبما فيها النفقة، لأن في معاناة كبيرة من كل الزوايا، والدليل على ذلك الإحصائية اللي ذكرتوها بالنسبة للقضايا المعلقة في الشرع الجعفري. نعم. ولكن بالإضافة إلى التوعية، لما طلعت النساء يعني محتجات على هذا القانون، أعتقد لأن كان في عدم فهم لمحتويات القانون، لأن هناك دعاية سيئة تجاه القانون، أنه يعني مثلا أن البنت ستكون على حل شعرها وتستطيع أن تتصرف مثل ما تريد، وهذا شيء يعني منافي للحقيقة،
احنا فقط ندعو لقراءة مواد المسودة الموجودة لكي يتبين أن كل ما يشاع حول هذا القانون هو عار عن الصحة. نعم الأستاذة مريم رواعي رئيسة الاتحاد النسائي سابقا، شكرا لك على هذه المداخلة. أستاذة نرجع لك مرة ثانية، يعني دور المؤسسات الأهلية، هل ترين أنت بأن كافي؟ هل أنت يعني كمحامين يعني تحتاجون إلى يعني تهيئة الأجواء قبل أن تكون هناك خطوات فعلية فيما يخص إصدار القانون؟ والله بالنسبة للجمعيات النسائية والمجتمعات المؤسسات المجتمع المدني صراحة هم اللي ساهموا حتى في الشق السني. نعم. يعني صراحة دي يشكرون عليه، يعني كلنا عرفنا أن يعني كان الضغط منهم أهما. نعم. ونزل القانون الأحكام السني في 2009. فأنا اللي عارفة ما زالوا الجمعيات يعطون محاضرات، مجلس الأعلى للمرأة لدور، إحنا كجمعية محامين لنا دور، فبس بعد مو بكفاية بعد دور الإعلام، يعني دور الإعلام، وخاصة حين التواصل الاجتماعي صار سهل في كل بيت، فيتروالي دوركم أنتم كإعلام بعد مفروض يوصل دي الشيء، يعني من البرامج من الحلقات من هاي الأشياء اللي تكون هادفة على أساس يصير فيه توعية. يعني المحاضرات مو كل من هي المحاضرات. نعم. يعني يمكن الجمعيات يعطون محاضرات وأنا حضرت وياهم، إحنا كجمعية محامين نعطي محاضرات، بس نعم. من اللي بي حق هالمحاضرات؟ أنت نعم. ما تقدر يعني تجيب مجموعة كبيرة حق هالمحاضرات، إذا بيون 10 ولا 20، بس إحنا نبغي نستهدف الجميع، يعني نعم. القرى، أنا يهمني القرى لحد الحين ما عندهم توعية، اي نعم دائما ان القانون دي يخالف الشرع، القانون دي ضدكم، يعني مو قادر احنا نتوصل لهم نفهم ان دي القانون بيكون لكم ويكون من الشرع اصلا. قدرتوا من الشق الاول شق السني انكم تقيسون مثلا مدى يعني مساهمته في تحقيق الهدف الاسمى والاول اللي هو استقرار الاسر؟ اي اكيد. نعم. حل مسائل وايد، قانون احكام الاسره هو قانون احكام الاسره، يعني المفهوم منه مو بحق المراه. المشكله ان احنا هنا كمجتمع بحرين دائما يفكرون ان دي قانون المراه، هو مو قانون المراه، بالعكس قانون احكام الاسره نصف، يعني من النفقات من الزياره من الطلاق السفر مع الحاضنه البلد الولي دي، يعني القانون احكام الاسره حل بس ما زال في ثغرات، يعني انا ودي ان انا اقولها يعني ما حلها صدق، هو يعني صار في استقرار أسري، في ناس توعت منه. نعم. احنا كمحامين قدرنا عندنا قانون نمشي عليه، يعني الأول ما كان في قانون، كان كله باجتهادات. نعم. احنا عندنا نصوص مواد، لما نبي نروح نرفع دعوة مثلا حق نفقة عندنا نص مادة تقول لنا ان دي المحكمة مختصة بالنفقة، وطبعا هذا النص لا يمكن انه يتعارض مع الشريعة، ما يتعارض كله من الشريعة. نعم. كله الذي عندنا الطلاق عندنا انواع، نشوف احنا اي نوع من الطلاق نقدر نرفع الدعوه بناء على النوع اللي عندنا اياه في القانون. صحيح. فسهل لنا النصوص مواد موجوده. إينا. بس ما زلنا عندنا ثغرات يبقي لها تعديل او كمراجعه، يعني الحين في الزياره الحين عندنا نص ماده في القانون في الامور المستعجله ان هي تنظر النفقه والحضانه والسكن حق المراه، ما عطانا زيارة، يعني تصور إنه إذا صار خلاف بين الزوج والزوجة وراحت بيت أهلها. نعم. نرفع إحنا دعوة على أساس نبي نشوف اليهال، يعني لازم اليهال يشوفون، لأن لا ما زالت الحضانة بين الاثنين، لأن ما صار في طلاق. نرفع دعوة مستعجلة تنرفض. ليش ترفض؟ يعني إذا أنا الزوجة أخذت العيال وطلعت، من حق الزوج إنه يشوفهم. لا، لأن ما في نص يقول الزيارة من 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 اختصاص المحاكم المستعجلة. نعم. فهذه المشكلة إنه يبقي لها. يعني حق الزيارة للرجل. للرجل أو. نعم. تكون عند الرجل إذا كانت الحضانة أو طالع فيها مر الزوج. نعم. الزوجة تقدر ترفع دعوة. نعم. بس المشكلة أن ترفض الدعوة. بس أعتقد المراكز الاجتماعية لها دور، يعني تقر المحكمة بأن الأطفال يعني يأخذون إلى مراكز اجتماعية المتوزعة فيه. هذه لو صدر حكم عقب نشوف وين تصير الزيارة، وين يلقونهم. نعم. هذه قبل الطلاق ولا بعد الطلاق؟ إحنا نتحكى حين قبل الطلاق. نعم. قبل الطلاق لما الزوجة مثلا تطلع بيت أهلها. نعم. الزوج او الاب يبي يشوف عياله مثلا طلعت شهر ورفعنا دعوه طلاق احنا في المحاكم. نعم. طبعا الاب يبغى يشوف عياله، نرفع دعوه مستعجله على اساس ان نبقى نشوف العيال لان شهر كامل ما شافهم. نعم. محكمه الامور المستعجله ترفض ان الاب يروح يشوف عياله،
لانه ما في نص يقول ان الزياره من الامور المستعجله، يعني الشق نعم. مستعجل ليش؟ لان هاي ما نظمها القانون حتى بموافقه مثلا الام ولا طبعا الام دائما ترفض وهذه نعم. مشكله هذه المشكله ان هي ترفض تقول لك روح يبلي حكم يعني نعم. احنا لما نكلم الزوجه نقول لها مثلا خلينا نشوف العيال اللي هاي ابوهم يدتهم تقول لي انا ما اقدر اعطي خليه يبلي حكم زين لما نروح المحكمه ترفض على بال ما تستأنفين فتلقين الاب يقعد شهر شهرين ما يشوف عياله فاحنا هاي الاشياء اللي نبغي ننظمها لو يا ريت يكون زياره بعد يكون فيها شق مستعجل على بال ما يصير طلاق احنا ما قلنا الحضانه تكون بين الاثنين اوكي بس الزياره حتى عندك مثلا ما نظم في حاله اذا كان الاب اجنبي وكانت الام بحرينيه في حاله الطلاق لازم تنتقل الزوجه في بلد الولي انت تصوري اذا كانت الزوجه عايشه هنا في مستوى يعني تعرفين في رفاهيه عيالها مدارس خاصه قاعده في فيلا عندها سواق عندها خدامتين تصرف في الشهر 4000 دينار عايشه في عز صار الطلاق لنفترض نقول لك يعني كان واحد عربي تروح يرفع دعوه في المحكمه ان انا طلقت وانا حين رجعت ديرتي ابي طليقتي اتي بلد الولي وقانوننا ينص اذا البحريني متزوجه اجنبي وتطلقت لازم تروح في بلد الولي يعني اي مكان يكون الطليقه نعم. تحضن في بلد الحضانه يكون لها إيه؟ بس تحضن في بلد الولي لنفترض في الخليج تروح الخليج واذا في دوله عربيه تصور اذا بتروح المغرب اذا كان مغربي اذا كان تونسي اذا كان مصري فما في متابعه هل هذه هو طليقها او الولي راح يوفر لها نفس المعيشه نفس المستوى معنى القانون يقول لازم تكون في نفس المعيشه وفي نفس المستوى المعيشي اللي كانت فيه قبل ما تتطلق زين ما عندنا احد يعني يتابع ان هذه بتسكن هناك هي ساكنه في فيلا هل دي الزوج او طليقها راح يسكنها في نفس المستوى هل عيالها راح يدخلون مدارس خاصه نفس اللي كانوا هني في البحرين هل راح يكون عندها سواق هناك لان لازم المستوى الاجتماعي ما ينزل سواء اثناء الزواج وحتى عقب الطلاق هو طبعا هاي في لمصلحه استقرار الابناء واستقرار الاسره اكيد هذا القانون اللي صدر في 2009 اجريت عليه تعديلات ودخلت عليه تعديلات في 2010 احنا اليوم في 2017 كل كم سنه كل كم مده زمنيه يتم في مراجعه هذا القانون علشان يتم معالجه هذه الثغرات خلال سنوات عديده من تطبيق هذا القانون مو تعرفين احنا كل مره يعني مع التطور في اشياء تتطلب مثلا الاول ما كان عندنا التوفيق الاسري اللي في 2010 نزل لان التوفيق الاسري مكتب على اساس يحد من الطلاق فذي الاشياء اللي احنا نشوفها نحتاجها فينزل فيها قرار عندك محاكم الاسره محاكم الاسره الحين قرروا لازم يكون في محاكم اسره احنا الدول الثانيه كلهم عندهم مباني اللي هي محاكم الاسره وذي شيء جيد بس احنا قاعد نقول حتى لو في محاكم اسره بعد نبقى يكون في مكاتب متخصصه نزل القرار أنه لازم يكون في مكتب توفيق الأسري وتلجأ القضايا لمحاكم للمكاتب التوفيق الأسري قبل ما تروح المحاكم القضايا اللي فيها صلح اللي ما فيها صلح تقدر تروح بس مثلا يعني إذا في طلاق أو كان في انتقال حضانة بس إذا في التخيير لا التخيير أنا ما أقدر أودي يعني سن التخيير مثلا في السنية من الولد من 16 والبنت من 17 ما في مجال ان انا اروح التوفيق الاسري على اساس انه خير لان دي حق الولد هذه القضايا ما تروح التوفيق الاسري النفقات المستعجله ما تروح التوفيق الاسري بس لو كان في نفقات اذا كان في طلاق بس ما زلنا لحد الحين المجتمع البحريني مو بواعي حق هدف التوفيق الاسري وفي نفس الوقت التوفيق الاسري ما في اخصائيين يعني احنا نحتاج يكون في اخصائيين يكون في باحث اجتماعي يكون في شرعي يكون في قانوني يكون في نفسي على اساس هو اللي يحدد يقعد معاه على اي اساس قيمت انه ما في متخصصين ما نشوف احنا نروح التوفيق الاسري ما نشوف نعم هو التوفيق الاسري اتوقع هي الخطوه الاولى في حال يعني طلب الطلاق من الطرفين هي كخطوه اولى المكتب التوفيق الاسري في حال ما تم التوفيق ما بينهم يحولونها المحكمه فحاليا انت تقولين ان المكتب التوفيق يحتاج الى متخصصين لحد الحين ما في اصلا لا في مقر ولا مبنى يعني التوفيق الاسري يبقى له يكون مكان لازم يكون له مكان لحد الحين المكاتب اللي في وزاره العدل صغيره مو بمهيئه في نفس الوقت ما في اخصائيين يعني ساعات مثلا يك الاب عنده حاله نفسيه ممكن انه يمنع العيال اذا كان في الجعفر يخذ العيال ما يعطي الام فهاي الاشياء من اللي راح يحددها النفسي لازم يكون في نفسي موجود ذي الاب يعاني من شنو وليش حارم الام من العيال او العكس بعد عندنا الأمهات إذا صار عندهم العيال بعد ما يعطون الأبهات وايد عندنا ذي المشكلة سواء في الجعفري أو في السني الجعفري يكون الأب دائما تكون فترة الحضانة اللي هي
اللي هي من 7 إلى 16 حق الولد يكون عند الأب، الأم تعاني. في السنية تكون عند الأم، الأب يعاني. فإحنا لازم نعرف دي ليش الأم مثلاً تمنع العيال من الأب، ومن يصير أي خلاف بينهم يمنعونهم. نقطة الضعف العيال. فيعني أنت خذيتي طلاقك أوكي، بتاخذين الحضانة أوكي، الحضانة مو بملك لك، الحضانة هي لازم تكون حقك، بس الرؤية حق الولد، الولاية حق الأب. فحتى في التوفيق الأسري المفروض يكون في أخصائيين يفهمونهم دي الشيء. يعني أنت بتطلقين لازم يكون عندك الحضانة، لكن الأب لازم يشوف العيال. يعني تصور إحنا نروح التوفيق الأسري نقول مثلا يبقى 3 أيام العيال يزورهم أبوهم، الزوجة ترفض تقول لا بس يوم الخميس 4 ساعات تشوفهم. زين ليش؟ تقول لا الحضانة عندي، زين الولاية عنده. فإحنا نبقى يكون في أخصائيين يقعدون معاهم يقولون لها قل لها أنت الحضانة عندك، هذه هو أبوهم المفروض يشوفهم كل يوم، هاي صلاة رحم. فإحنا هذا اللي إحنا نبقى لما يكون في نفسي ويكون أخصائي اجتماعي ويكون في قانوني يصيق العقود. لحد الحين ما عندهم قانوني، لان احنا لحد نشوف العقود الضعيفه اللي يسوونها بين الطرفين. استاذه شفنا في الاحصائيات من شوي ان عدد او نسبه الطلاق، عدد حالات الطلاق انخفضت باكثر من 1500 حاله في 2015. ايش قد ساهم مكتب التوفيق الاسري في تقليل حالات الطلاق؟ هو شوفي يعني انا بالنسبه لي يمكن التوفيق الأسري حل بعض المشاكل بداية، يعني في اتفاقيات بينهم بين بعض أن مثلا الزوجة تبقي نفقة، مكتب التوفيق الأسري ممكن يحدد النفقة، يحدد الزيارة، ما يصير فيه طلاق. دي الاتفاقية تكون فترة معينة ممكن 6 شهور والردون يختلفون. فيمكن هاي الإحصائيات اللي عندهم أنهم وفقوا بينهم مثلا يكون نسبتها عالية، بس في النهاية هاي الاتفاقية ما تلزمهم. يعني احنا نتفاجئ ان يجوني يقول احنا راح نتفق الاسري وهاي الاتفاقيه ما التزم مثلا الطرف الثاني بالنفقه، ما سوى لي مثلا طلب كلمه بعد، يعني ما يكون في قانون يلزمهم بانهم يلتزمون بالوثائق اللي تكون او الاتفاقات بمكتب في اتفاقيه مصدقه. بس انت لما تقولين حق الزوج روح البيت وعط مثلا كل ياهل 100 دينار ووفر لهم مثلا سكن ملائم، خلهم يروحون المدرسه، يبون مثلا الاشياء اللي يحتاجونها، يعني اللي هي الزوجه رافعه دعوه تبغيها، الاشياء الضروريه مثلا انفق في البيت، يقول لك انا بانفق، بس لا تحطين علي مبلغ. انا بانفق، انا خلت ترجع البيت انا بعطيها. زين احنا ما حطينا المبلغ اللي لازم يسلمها اياه. تروح البيت نفس الطريقه ما يعطيها، وخاصه اذا كانت الزوجه تشتغل يكون اعتماد الزوج على الزوجه، لانه عارف ان هي بتروح بتصرف. يعني عندنا وايد قضايا ان الزوج يعتمد على الزوجه، مو الكل، بعض. بعض يعتمد على الزوجه ان هي تصرف، وحطينا البنود. زين ترد تقول له انت الحين ما حطيت لي مبلغ تعطيني اياه، خلينا نتفق عطني المبلغ، يقول له لا، فما وصلوا لحل. او مثلا تكون مثلا تطلع من البيت، او انه ما تسمع كلامه، او انه ما تقوم بواجباتها، فيقول لها قومي بواجبات تسوي. بعد نفس الطريقه الزوجه ما تلتزم، بعد الزوج يقول انا خلاص بطلق لانه ما قاعد تلتزم. الشديد استاذه اللي يدفع ثمن هذه العناد هم الاطفال، والقانون والقوانين هذه كلها هي في النهايه تصب في مصلحه الاسره، وهي لا تصب لمصلحه المراه ولا مصلحه الرجل. احنا عندنا تقرير لامرأة عانت في المحاكم، ونرجع مرة ثانية مع ضيفتنا الأستاذة المحامية فوزية جناحي. مرحلة الطلاق كانت مرحلة وايد صعبة، خذلي 3 سنين لما أعطوني الطلاق. ووقت ما أنا طلقت ولدي كان 7 سنين، فحسب الشرع طليقي خذ الولد مني، والمحاكم الجعفرية طبقون قانونهم اللي يقول إن أشوف الولد في الأسبوع 24 ساعة وبس. فأنا مو فاهمة شلون يعني كأم أنا بس أشوف ولدي مرة في الأسبوع وعمره 7 سنين ويحتاج اهتمام الأم. مرحلة صعبة لأن 6 أيام في الأسبوع الولد يتصل فيني يبي يشوفني، يبي يطلع وياي ويصيح ويقول لي تعالي خذيني. طبعاً ما أقدر أروح أخذه، واللي النقطة اللي ما أفهمها إن شلون المرأة البحرينية السنية لها امتيازات أكثر من المرأة البحرينية اللي تزوجت بحسب القانون الجعفري، وشلون إن هي لها امتيازات إن هي تقدر ترعى أطفالها، بس المرأة اللي تزوجت تحت حسب القانون الجعفري ما تقدر
ما تقدر تشوف عيالها إلا مرة في الأسبوع. ويعني هاي أبسط حق لأم، لأي أم أصلاً، أنها هي ترعى عيالها. ويعني ناطرة تشوف إذا ممكن، إذا في يوم من الأيام المحاكم بتغير هالشيء وتطبق قانون موحد حق الكل. رجعنا مشاهدينا بعد هالحالة هذه اللي عرفناها لكم في التقرير. احنا بعد عندنا حالات راح تدخل ويانا على الهواء، بس وقت اللي جاهز المكالمات شباب خبرونا، وعلى ما يتم تجهيزها بنرجع لك ضيفاتنا. يعني هذه واحدة من الحالات، يعني شنو النماذج اللي تتكرر عندكم وشون تقدرون تدافعون عنهم في يعني حتى لو مع في ظل غياب الشق الثاني، شون تقدرون تدافعون عنهم؟ احنا هلا نقدر نسوي يعني نطالب بحقوقهم، احنا نقدر نعطي محاضرات، نبي نوعي، بس ما نقدر نسوي شيء في المحاكم اذا ما في قانون. نعم. يعني احنا اذا ما في قانون احنا نحاول ان نحله ودي، ودائما الزوج حتى لو في ضرر في الجعفرية. نعم. بعد مو بالنقهوة صراحة، خلينا نكون صريحين. تأثير المحامي على الموكل بعد له دور. يعني احنا نتفاجأ في بعض الأوقات، مثلا لما نتصل، أنا من النوع المكتبي يحاول يتصل بالطرفين، نتصل بالطرف الثاني، إذا جات الزوجة نتصل بالزوج نقول له مثلا تعال نبغى نحل الموضوع، يقول لك أوكي باي اليوم مقتنع نبي، يتصل بعد شوي يقول لك لا أنا عندي محامي كلمه محامي. إذا تعال أنت، احنا لأن هاي شيء أسرتك، ليش تكلم محاميك؟ يعني أنا أبقيكم أنتوا الاثنين، فتعال الاثنين. يقول لي أنا أبقي محامي، نقول ما علي، عندك محامي كلم المحامي. يكلم المحامي، تلقاه هو أول ما نقول لنا بنحل الموضوع يقول أنا ما عندي مشكلة باي، وتحسين في أنه هو يرحب. بس من يكلم المحامي يتغير الشخص، يقول عندكم أي شيء كلمة تكلموني أنا. زين كلم المحامي يقول طرشوا لنا الاتفاقية. زين أنا أبي الاثنين، ليش أطرش لك الاتفاقية؟ أنا ممكن أقعد مع الاثنين نحل الموضوع. يقول سادة إذا عندك اتفاقية طرشيها وأنا بشوفها مع موكلي وبرجع لك خبر. تروح الاتفاقية، طبعا احنا نحط نبغي الطلاق، نبغي سكن لان عندنا العيال، نبغي نفقة، نبغي لا تبغي تتطلق تحط مبلغ وقدره، العيال نقول له مثلا نبغيهم 4 أيام في الاسبوع، يرد يقول لك لا ليش يوم واحد في الاسبوع. يعني دائما المحامي مو الكل، طبعا انا اقول البعض، بعض المحامين بروحهم يبلهم دورات لان هم اللي يوقفون يعترضون. بكذي راح الحل الودي، يعني الحل اللي يقدر يسويه المحامي راح. احنا ايضا معنا اتصال مع المحامية هدى الشاعر. مساء الخير استاذة هدى. اهلا وسهلا، مساء الخير. يا هلا استاذة هدى. انت موافقة لصدور الشق الثاني من القانون ولكن بشروط معينة، شنو هي الشروط لو توضحينها لنا؟ طبعا ارحب فيكم استاذتي. بالنسبة إلى الموضوع، موضوع الشق الجعفري، طبعا بالنسبة نحن، يعني بالنسبة لنا احنا، نحن نوافق على التقنين طبعا لأحكام الأسرة، لكن طبعا هناك ضمانات مطروحة، وطبعا هذه الضمانات لا تخفى على الجميع. يعني طبعا أنا لو بذكرها على السرعة، هي الضمانة الأولى راح تكون مرجعية، طبعا مرجعية الشريعة الإسلامية، هذا أول ضمانة. الضمان الثاني طبعا إشراف ومصادقة فقهاء معتمدين أيضا. والضمانة الأخيرة وهي التي تؤكد طبعا على الضمانة الأولى والثانية، هي طبعا ضمانة دستورية غير قابلة للتعديل طبعا. يعني هاي الأكثر الضمانات. إذن بالنسبة إلى كل الأشياء التي تطرح يعني أمام الجميع، ويجب أن نبين للمشاهدين أيضا أن المشكلة هنا ليست هي عدم الموافقة على إقرار قانون الأسرة، هي العقبة الوحيدة هي الضمانات المطروحة. ومثل ما عرفنا في الآونة الأخيرة كانت هناك، ولا يخفى على الجميع، هناك مواضيع كثيرة بهذا الخصوص، بل أن العلماء بأجمعها طبعا رحبت
رحبت بهذا طبعا بتقنين احكام الاسره او ظهور الشق، طبعا احكام الاسره للشق الجعفري، ولم ترفضه بتاتا، وانما كانت هناك طبعا مثل ما طبعا ذكرت لكم انه لابد ان تكون هناك يعني هذه الموافقه هي مشروطه في ظل ضمانات مطروحه. أستاذة هدى، قانون أحكام الأسرة وكما حصل في الشق السني، من الأكيد أي قانون قد تكون فيه ثغرات لها، قد يكون لها سلبيات، لكن الإيجابيات أكيد تكون كثيرة. هل الخلاف من 2009 لين اليوم على هذه الضمانات يستحق لأن يعني يروحون ضحيتها أسر كثيرة لين اليوم تعاني؟ أكثر من 12 ألف حالة موجودة اليوم في المحاكم ما تم البت فيها، يعني هل هذا الخلاف أو هذه الضمانات تستحق وجود أكثر من 12 ألف ضحية اليوم موجودة في المحكمة؟ أختي العزيزة، من قال لك إن سبب هذه المشكلات أو القضايا العالقة هي المشكلة الوحيدة هي عدم وجود قانون الأحوال الشخصية؟ شو المشاكل الأخرى؟ ليست هو السبب الوحيد، هناك أسباب كثيرة. إحنا اليوم نعاني من قلة القضاة، يعني تخيلي إن المحاكم الجعفرية أو بالأحرى يعني قضاة لمملكة البحرين فقط 13 قاضي، هل يعقل ذلك؟ الشيء الآخر، هناك مشكلة أيضا ليس فقط من المحاكم أو قضاة المحاكم الجعفرية، هناك مشكلة كبيرة أيضا تقع على عاتق المحامين نفسهم. مع احترامي للمحامين، هناك مشكلة من المحامين عندما يأتي لي أي شخص ولا أفهمه ما هي الإجراءات الصحيحة طبعاً الإجراءات الصحيحة للتقاضي، هذا أيضاً خلل. إحنا اليوم لما أنا راح أقول إن قانون الأحوال الشخصية أو عدم وجود قانون الأحوال الشخصية هو السبب الرئيسي، هذا طبعاً تشخيص خاطئ للمشكلة. يعني لو زيادنا، لو تم زيادة عدد القضاة، كم بالمئة من المشكلة راح تنحل؟ أكيد راح تنحل، يعني معظم، أنا ما راح أقدر أحدد ليش أختي إن كم نسبة، ولكن راح تحل مشاكل كثيرة. إلى جانب هناك شيء آخر مهم، لا ينبغي افتراض معاناة المرأة في المحاكم الجعفرية بسبب غياب قانون الأسرة. احنا اليوم امام مشكلة، حل هذه المشكلة لابد ان يكون بالتشخيص الصحيح لهذه المشكلة. هذا الحل الامثل اساسا لحل هذه المشكلة. بس انت استاذك كمحامية كيف لك ان تدافعين عن موكلك بدون وجود قانون؟ وهل قانون الأحوال الشخصية في الشق السني لا توجد به مشاكل؟ توجد به مشاكل، ولكن حل الكثير من المشاكل أيضا. هل السرعة في الطلاق هو الحل الأمثل؟ أنا لا أدافع طبعا عن المحاكم الجعفرية أختي، ولا أدافع أيضا عن المحاكم السنية أيضا. اليوم كان من المفترض أن يكون، أختي العزيزة، كان لابد أن يكون هناك، يعني أنا ليس في صدد الدفاع عن المحاكم الجعفرية أبداً. اليوم أنا في صدد مشكلة، ولابد أن يكون تشخيص هذه المشكلة تشخيص صحيح. نعم. تشخيص المشكلة أختي هو جزء من الحل، هو نعم. جزء من حل هذه المشكلة التي يعاني منها الجميع. نعم. المحامية الأستاذة هدى الشاعر، شكرا لك على هذه المداخلة القيمة جدا. أعتقد بسام أيضا عندنا اتصال آخر. عندنا اتصال كذلك من أم حسن. أم حسن، مساء الخير. مساء النور أخوي، هلا ويا مرحبا. يا هلا فيك أم حسن، أنت على الهواء حاليا، يعني لو تخبرينا بالحالة اللي أنت تمرين فيها حاليا، يعني وتشرحين لنا معاناتك في قضيتك العالقة في المحاكم. شوف أخوي، أنا أقعد 3 سنين مع زوجي. نعم. بنيتها وياه خطوة بخطوة. نعم. ما قصرت في هالفترة، من بيزات، من حلال، من كل شيء عندي. قرر عقب 15 سنة إنه يعرس. نعم. من يوم ما قرر يعرس انقلبت الدنيا عنده، انقلبت الموازين.
قام ما يصرف على البيت، ما في نفقة، ما في شيء، شال الحلال كله بحكم أن الحلال صار باسمه على أساس اعتمد عليه أنه ريال. نعم. يوم طالبته بالنفقة قال لي أنت ما تستاهلين النفقة. نعم. وتميت شهور على هالوضع ما في نفقة. نعم. لين اضطريت أقول له انزل طلق أخوي، يعني وصلنا لمرحلة خلاص. يقول لي لا ليش أنا أطلق، أنت روح المحكمة وطالبي بالطلاق، بس لازم تتنازل. انزل أتنازل عن شنو؟ أنت خذيت الحلال كله. نعم. ما تم شيء، لا ببيزات لا بسيايير، ما تم ولا شيء. نعم. الحين لو أنا رحت المحكمة أكيد بيساوم، يقول يا نصيب البيت يا مؤخر مبلغ وقدره، يعني أنا تم الحين معلقة، صار لي جريب السنة معلقة، لا نفايلة لا سما ولا أرض، وهو عايش حياته ومرتاح. ولو أنا بعد رحت بقول بسوي له خلع. نعم. بعد نفس الشيء ممكن يطالب بمبلغ خيالي. نعم. يقول لي أفضل شيء تنازل عن نفسك. أنت خطيتي الخطوة محسن ورحتي المحكمة؟ إي نعم. أقول شنو، ما حاولنا وياه كذا مرة، مرة ومرتين وثلاث، وما فاد وياه كل المحاولات، حتى بطريقة ودية عن طريق المحامية نفسها. نعم. ما رضى يدفع. أشخاص وايد كلموا أنه بس أوكي اصرف عليه، هذه زوجتك وذي زوجتك، يقول لا هذا ما تستاهل، لأن بس مجرد نانا خلاص. بس نعم. دام أنت ريال أنت تتحمل صرف البيتين. ما حكم عليه بأنه ينفق على يعني ألزمه بالنفقة؟ حاليا الحين أيه، حاليا في نفقة، بس أنه رافع قضية علي. نعم. يقولنا أنا ما استاهل هالنفقة، يقول نعم. أنت حدك 40 دينار. عجيب. ما تستاهلين أكثر. إيه. مع أن أنا بنيت ويا البيت ومن أول ما خدت يعني حياتي. نعم. هذه الخير اللي هو فيه يعني من وراء صراحة. نعم. أم حسن بس عفوا يعني على السؤال سامحيني، يعني كم تقدر النفقة اللي حاليا تستلمينها؟ حاليا 100 دينار، وهو طالب يقول لي انك ما تستاهلين، حدك بس 40 دينار. 100 دينار. وهل 100 دينار كافية؟ لا اخوي، انا الاقساط والقروض اللي علي. نعم. صايرة يعني حتى معاشي كامل يروح عليه، معاشي كامل قاعد يروح على الاقساط والقروض اللي علي، يعني هاي الامية حتى اللي هو اللي بيعطيني اياها ما بتكفي شيء، وهو راضي يقول لا انت ما تستحقينها، صار بس حق بيته الثاني حق زوجته. نعم. يعني هل هو مقتدر على انه يعني يقدر يصرف على البيتين؟ إيه؟ لان هذا اول شرط في قانون الزواج، القدره على الصرف. دام ان الريال ما يقدر يصرف ليش يتزوج المره الثانيه؟ انا ما عندي اعتراض، انت تزوج اوكي، بس اصرف علي نفس ما تصرف على الزوجه الثانيه، وهذا هو مراضي. نعم. يقول انا ما انت مو لازم اصرف عليك، خليك شدي معلقه. نعم. يعني طايله لا سما ولا ارض. حاليا انت شنو تطالبين ام حسن؟ أنا والله طالبت أخوك بنفقة، بس هو مو راضي النفقة، وطالبت بالطلاق وبعد مو راضي يطلق، يقول لي خليها كذي. نعم. تبين أنت بنفقة الطلاق، روحي أنت بخبرك المحكمة وطالبي، وطبعاً لو أنا رحت المحكمة الجعفرية ما بيسووا لي شيء. نعم. إحنا نحتاج تغيير في الأحكام الجعفرية تبعنا. نعم. بس شوية ينصر المرأة. نعم. أم حسن يعطيك الصحة والعافية، شكرا لك. مشاهدينا تم تغيير صوت أم حسن وذلك مراعاة للخصوصية. كذلك احنا معانا اتصال آخر. أم حمد مساء الخير. مساء الخير أم حمد. هلا مرحبا أخوي، يعطيك العافية. الله يعافيك، تفضل أم حمد أنت على الهواء. شكرا أخوي. بخصوص موضوعي أنا طبعا الزوجة الحين صار لي تقريبا 19 سنة، عندي 4 عيال. نعم. زوجي يعني صارت بيني وبينه مشاكل فترة وتزوج علي. نعم. إنزين، رغم تزوج مرة واحدة وقف علي مصروف البيت. نعم. وقف علي النفقة، وقف علي مصروف اليهال. أنا الحين أطفالي قاعدة أنا أصرف عليهم، وقام يعني وقف مصروف البيت كامل، ما يحط ولا شيء لا حق اليهال ولا حقي. زين، وانا من معاشي طبعا ما يتم لي ولا شيء، الحين انا قاعده اصرف عليهم كل شيء واصرف على روحي، ولين اطلع. نعم. صارت مره مشكله بيني وبينه، طردني من البيت، ياب زوجته البيت وطردني انا من البيت انا وعيالي. نعم. رحت اشتكيت عليه في المحكمه، طبعا المحكمة الجعفرية، طلبت منهم انه. نعم. ينفق علي، يعطيني نفقة. نعم. حقي وحق اليهال. نعم. زين، وانه ارجع البيت. المحكمة ردتني البيت وطلبت منه انه يعطيني نفقة 60 دينار شهريا. نعم. ورفضت انه يصرف على اليهال بحكم ان اليهال في حضانته.
شلون اليهال في حضانته وانا معاه في البيت؟ هذا الشيء. زين الشيء الثاني 60 دينار شنو قاعد تسويها اليوم؟ 60 دينار هذه هل بتكفيني مصاريف البيت ولا الكهرباء ولا البترول ولا اليهال ولا مصروفي انا؟ يعني هذا المبلغ حدد يعني المصروف لك وللعيال شهري. نعم. لدرجة انه قاعد يطنز على المبلغ، المبلغ جدا بسيط. نعم. وقاعد يقول لي مصروفك يعني اكلك ومشروبك من هذه 60 دينار. انزين هذه 60 دينار اليوم شنو قاعد تسوي؟ مو قاعد تسوي لي شيء. لا طبعا ما تسوي. هذه كلها قاعد يفتعل مشاكل. هو عايش حياته لاخر درجه، هو ريال مقتدر فوق اللي تتصوره، عنده. نعم. يعني ما شاء الله فلوس بالهبل. نعم. وعنده سيارات فخمه واكو فاتح له بيت ثاني. يعني من رايك محمد ليش المحكمه يعني الزمت بهذه يعني المقدار البسيط من النفقه؟ انا ما ادري ليش، يعني مع ان انا قدمت كل الاشياء اللي عندي. نعم. قدمتها حق المحكمه وقلت حق المحكمه انا ما عندي اعتراض على زوجته، تزوج. نعم. علي انا ما عندي اعتراض، ولكن خلي يعدل المحكمه، يعني الشرع يقول اعدل بين الاثنين. نعم. وبعد هو قاعد يحصل غلال معيشه، غلال معيشه مو مفروض انه يعطي زوجته، يعني ما لي حق. نعم. ما قاعد يحصل منه ولا شيء. والحين شنو مطالباتك محمد؟ أنا مطالباتي إنه هو يعطيني نفقة محترمة تكفيني أنا وعيالي كلنا، إنزين. نعم. وأبي شو اسمه، أبي حقوقي، لأن أنا مو قاعد أعيش حريتي، قاعد حط مراقبة علي، يتجسس على مكالماتي وعلى تلفوناتي وقاعد يراويني ويثبت لي. نعم. إنزين ما عندي حرية لا في بيتي ولا برا بيتي، حتى اليهال مو محمد أنا عايشة في بيت. لا كني عايشة في مقبرة، ما عندي حرية، أتمنى أن أنا أعيش يعني حالي حال الناس، دائما عايشة. محمد مقدرين، إحنا مقدرين هذا الوضع اللي أنت فيه يعني، وللأمانة إحنا نتعاطف معك كذلك. ويعني يبدو لي أن أيضا لا تحل هذه المسألة إلا بوجود قانون ينظم هذه العملية. أنا أتمنى أخوي، أتمنى. نعم. قانون ينصفني وينصف كل مرأة مظلومة تحت عنف زوجها. أكيد. زوج الظالم. نعم. يعني ما علي، إحنا راضين قدرنا أن تتزوج لكن انصف. نعم. اتمنى المحكمه الجعفريه تنصف المراه، لان المراه ما عندها سند الا انت. نعم. كم اعمار عيالك؟ بس سؤال اخير محمد، كم اعمار عيالك؟ عيالي 8 و9 و10 و11. 8 9 10 11 اي متقاربه. محمد شكرا لك، شكرا لك. العفو. شكرا لك، يعطيك الصحه. يعني استاذ فوزيه، الحالات اللي سمعناها، هل معقوله ام باطفالها النفقه 40 60 100 دينار واطفال باعمار 8 9 10 سنوات؟ هذه معناتها هم في المدارس. لا، لو سمعتي قالت لك انا رفعت دعوه نفقه لي وحق العيال، اعطوني انا العيال ما اعطوهم، عشان كذي قاعده اقول لك كم اعمارهم. هي الاخت في المحاكم الجعفريه. محاكم الجعفريه عندهم سن 7 إلى 9 حق البنت، تنتقل الحضانة حق الأب. نعم. الولد من 7 إلى 16 عند الأب. هي قالت 4 أولاد، 4 أولاد من 7 معناته في حضانة الأب. المشكلة إن أهما مو مطلقين، قالت أنا زوجته وما موجودة، هو طردي من البيت وياب زوجته الثانية، ورحت رفعت دعوة. قامت المحكمة عطتها 60 ورفضت تعطيه الباقي. ليش؟ لأن قالت العيال دلين في حضانة الأب. نعم. زين العلاقة الزوجية قائمة، المفروض تكون حضانة مشتركة، فهي شلون تثبت ان الأب ما قاعد يصرف؟ دي المشكلة اللي هني. يعني بس المحكمة من تلقاء نفسها قالت السن دي عند الأب. نعم. زين اوكي، هل المحكمة تيقنت انه هو قاعد يصرف ولا لا؟ هي ما الجأت للمحاكم الا اكيد الأب ما قاعد يصرف. فحتى المبلغ 60 دينار وهو فاتح بيت ثاني قليلة. يعني شلون مقتدر؟ مثل ما قالت انه هو مقتدر وعنده يمكن سيارات. ايه؟ فارهه وعايش حياته. ولا ويحطون زوجه ثانيه، المفروض انه حتى الزوجه الثانيه لازم يكون في ضوابط. يعني انت بتفتح بيت، المفروض بعد تشوف ذي زوجتك وتشوف عيالك، لازم تكون مقتدر. يعني انا افتح بيت واترك ذلين؟ واكيد هي قالت لك انا اشتغل وانا اصرف وانا اللي ادفع. انزين، لان هو اعتمد عليها ان هي تشتغل، فلازم اللي تشتغل لازم هي تصرف عليه وعلى عيالها. انزين الحين تقول لك حتى لو تبي تتطلق بعد بياخذ هو العيال نفس الطريقة، مالها سكن لأن الحضانة عند العيال، راح تطلع في الجعفرية، راح تطلع بدون أي شيء. أستاذة، يمكن الأستاذة هدى الشاعر قالت أن المشكلة الآن في وجود 12,000 حالة في المحاكم الجعفرية، هي مو سببها عدم وجود قانون، في سببها أن هناك قلة في عدد القضاة، هناك سبب آخر اللي هو تعاطي بعض المحامين مع القضايا هذه. هل هذا صحيح؟
لا هو فعلا شوفوا يعني اذا تبغين تقيسين على العدد التاخير في الجعفري او في السني هما نفس المحاكم، ترى عندنا دائرتين كبرى في الجعفري وفي السني واحده استئناف. اللي في الجعفري يمشون بسرعه، اللي في السني يمشون بسرعه، القضايا تمشي بسرعه، بس في الجعفري تتاخر يعني من الجلسه للجلسه شهر شهر ونص. دي التاخير هو اللي يسبب الضغط دي. في السنيه لا 20 يوم بالكثير اسبوعين يمشون. فالجعفري يمكن العدد عندهم كبير وبعد يتراكم لانه ما يمشون الاجراءات فتتراكم فتتراكم يعني وايد ياخروا في الجلسات ومن جلسه لجلسه يعطونها شهر شهر ونص. في نفس الوقت احنا محتاجين ان يزيدون عدد المحاكم، محتاجين لان النسبه كبيره صارت الحين. بس بعد مثل ما اقول هو ما راح يحل، يعني احنا نتمنى انه يكون في قانون مثل ما قلت لك، حتى القانون السني موجود بس في ثغرات لحد الحين يبي لها علاج. بس بعد مو معناته ان احنا مو محتاجين في الجعفري، محتاجين محتاجين القانون ينزل على اساس انه يضبط أساس يسهل على القضاء اصلا، لما يكون في قانون يسهل على القضاء وعلى المتقاضين على المحامين. وبعد قالت السبب فعلا انا معاها، قالت لك بعد التاخير يكون من المحامين، في بعض المحامين مو مقتدرين مو لامين في القضايا الشرعيه، فهو عنده موكل مثلا في القضايا المدنيه ما يبغى يخسره، فاي له يقول انا عندي قضيه شرعيه ياخذها، ما يعرف الاجراءات ياخذها، فممكن حتى من المحامي يخسر يخسر موكله. فهذه فعلا احنا اللي قاعد نشوفها. ومثل ما قلت هم بعد في محامين لو احنا كنا نبي نصلح، في محامين يكون حتى في المحكمه يعني احنا نبغى نتفق يقول لك لا وهو يعترض. بس تبقى طبعا يبقى السبب الاول هو عدم وجود اكيد القانون، السبب الاول اكيد راح يحل لان في القانون الفني هل محدد ايضا مدد المرافعات ولا لا؟ لا مو مدد، يعني عندنا الاستئنافات اي بس لو ترفع القضيه لا، لان المحاكم السنيه قاعده تمشي بسرعه لان الجلسات متقاربه. الجعفري يصير في تاخير والكم اكثر لان التراكمات فيها يكون في ابطا. الموضوع متشعب ويحتاج يعني لوقت طويل للنقاش، لربما ايضا نخصص حلقات اخرى للنقاش في هذا الموضوع الهام ونتمنى وكلنا متفائلون وانت متفائل ايضا قلت في البدايه استاذ انك متفائل في البدايه 17 ان شاء الله راح يقرر القانون الجعفري. المحاميه فوزيه جناحي شكرا لك.